منتابع مشاهدينا فقراتنا بفقرة ضيف اليوم. عندي ضيفتين عزيزتين، بدي استقبل هاي لايف حتشيتي، اهلا وسهلا فيك هاي لايف، وباتريسيا شمعون اهلا وسهلا فيك. عم نحكي عن مهرجان الفيلم اللبناني بكندا، انت هاي لايف مديرة المهرجان، وباتريسيا مستشارة قانونية وعضو بمجلس الإدارة. مهرجان الفيلم اللبناني بكندا، شو عم تعملوا بلبنان؟ جايين نعملكم زيارة. اهلا وسهلا، شرفتوا. خبرونا شوي عن هاللفتة اللي عم تعملوها بلبنان بخلال وجودكم. نحن اليوم موجودين بلبنان. اول شيء انا جاي لازور العائله والاصحاب، يعني بعد فتره طويله اشتقنا لك صراحه، وانا كمان عم جرب قد ما في انه التقى بكل الاحباب يلي عشت انا وياهم فتره كثير طويله بالدومين، يعني صح عم جرب، واسم الله كتير كتار وتركوا بصمة كتير حلوة بحياتي. واليوم أنا سيربريز لألي أني أنا معك. أنا مسيرة طويلة مع هاي لاف عن جد، شو بدي أقول، وحلوة كانت، حلوة أكيد، وهيك اللي شوي بيعزينا يمكن أنه انتشارنا اللبناني بالخارج وبصمتنا، بس كمان هالناس عم تترك البلد وتبني حياتها وتبني مسيرتها خارج لبنان. انت خلقانة، انا خلقانة بكندا، امي وبي راحوا على كندا بال 76، كانت تحب لي فيي، بس كل سنه نرجع لبنان على اساس انه هن بس رايحين شوي وراجعين على لبنان، كل سنه اجي على لبنان على لبنان، بس صار لي 16 سنه مش جاي على لبنان، مش جاي على لبنان. يعني شو بدنا نقول، عنا دايما أمل بهاللبنان يلي منموت فيه، ويلي دايما هو من الموت بيخلق حياة، وبيضل عنا هيدا الأمل، وانتو اللي عم تعملوه كمان هيدا نموذج أو هيك بصمة. تعرف الشيء اللي بيصير بلبنان هو اللي بيعطينا القوة لنحنا وبيشجعنا لحتى نكون هونيك عم نعمل هيدا الشيء. أول ما بتروحي لهونيك بتحسي حالك غريبة، بلشي يعني أنا بحكي عن الإكسبرينس الشخصية تبعيتي، بتبلشي تقلعي بالبلد، بلد جديد، بتبلشي من الصفر. هيدي لنكون كتير واضحين، صح، وهالصفر بياخد وقته ليطلع. سو بس ترتاحي وتحسي حالك صرتي ستابل، بتبلشي تفكري انه اوكي لازم هلا افكر بالعالم يلي انا تركتهم وفليت وشو فيني اعمل. وبالفعل كانت صدفه كتير مهضومه انه وقت التقينا، التقيت انا وسام لحود بال 2016، هو كان عم يزور موريال، يعني زياره إلى علاقة بجامعة الويزة، وحكينا أنه نعمل شيء خصو بعالم السينما، وخصوصي أنه دومين أنا بحبه كتير وبعشقه، يعني ما قدرت أشتغل فيه هونيك، ما قدرت أبدا، يعني كانت بيقولوا الخبرة في تحديات مختلفة كتير، ومش نفس الطريقة بنشتغل نحن وياهم. سو كانت صعبة، كان لازم أقرر أني أعمل شيء تاني ما خصو أبدا بالدومين لألا حياتي بكندا. وهيك صار. وقت لقيت حالي خلص ركزت وكل شيء منيح، رجعت لشغفك. رجعت. طيب كيف تأسس هالمهرجان؟ يعني خبرونا شوي عنه توصل ما مثل ما قالت هاي لاف، يعني أكيد هي أحلى شيء تخبر القصة، بس أنا فتت معهم من البداية كقانونية، يعني لأسسوا لي، لأنه طلع بروجي أنه هيك عم يتسلوا فيه، أنه يجيبوا أنه أفلام على موريال ويعملوا فيستيفال وأنه هيك يصير. فبس أنه الحضور كان حلو كتير، والعالم حبوا هالبروجي وحبوا الفيستيفال، عمل ضجة كتير قوية أول سنة. قررنا أنه لازم يرجع ينعمل، فأنا أسست لهم إياه لأنه قلنا لازم يتكون طبعا، مشان أنه يدل لنا ونضل نحافظ عليه، لأنه هو شو الحلو كل إديشن بنكتفش شيء جديد على لبنان. يعني كل سنة بنتعلم شيء جديد عن لبنان ومنجيبه. سو هذا اللي صار، وصلنا 8 سنين. صاروا 8، ما تسأليني كيف، والله بعدة قارات، يعني بخمس قارات بكندا. بكندا شو حلو، هذا أكبر مهرجان بالعالم لبناني بالسينما اللبناني، هو نحن اللي أسسناه. حلو. طيب هون هاي لاف بتاخدوا تام كل سنة، يعني بيكون في مثل ما كانت عم تقول باتريسيا أنه منكتشف نسخة جديدة من لبنان. كيف بيصير تنظيمه؟ يعني شو كانت أول نسخة، اليوم مثلا لوين وصل؟ بلشنا بال 2017 من بعد ما درسنا الأرض وهيك، وقلنا إنه لنشوف إذا عن جد بيمشي الحال وهيك. بلشنا بال 2017 قلنا 3 أيام فيستيفال ومنكتفي، بنشوف كيف الأوضاع ومنشوف شو بنعمل بعدين. ومن بعد أول سنة لقينا قديش العالم كانوا متشوقين ليشوفوا شيء. بالفعل ماجي ما كان عندنا أفلام لبنانية تنعرض هنيك، إنه أنا وقت عملت الريشيرش لأتأكد إنه إذا هالشيء
بيمشي بتعرفي على الطريقه الكنديه انك ما فيكي تعملي دعسه ناقصه. ما لقينا في افلام بتنعرض بموريال، عم نبلش بموريال لانه انا عايشه هنيك، عن السينما اللبنانيه. وكانت بوقتها السينما فيها نهضه غريبه كثير حلوه، قلنا يو نو وات، نحن رح نعمل هيدا الشيء. بلشنا، العالم انبسطت، صارت محط تجمع لإلهم سنوي بيجوا ليحضروا افلام. مين اللي بيجي؟ مين جمهور هيدا المهرجان؟ عنا جمهورنا اللبناني اكيد. نعم طبعا. وعندنا جمهور كبر من سنه لسنه، يعني الناس اللي منهم من اللبنانيه، عندنا من دول العربيه اكيد. صح. كل الدول العربيه عم بنعمل دائما كمان كولابوريشنز، مره عملنا مع الارمن، عملنا مع اليونان، لانه اذا في فيلم مثلا بخص اليونان العمل بلبنان الارمن وهيك. وعندنا هلا اكثر واكثر هالسنه شفنا حضور كندي، يعني حلو. إيه؟ رسمي، يعني رسمي، كانوا معزومين اوفيشلي. كان عندنا جيست ممثله كنديه معروفه ماكسيم روا، وانبسطت كثير انه كانت بارت اوف اور، يعني من المعزومين الرسميين للفستيفال مع ريتا حايك وبديع ابو شقر. السنه تشرفونا السنه، شو حلو عن جد. كل سنه عم بيجي لعنا بعض الصور والمشاهد والفيديوهات عن جد. يعني قد ايه بيلعب دور ايه عن فنيا، يعني قد ايه بيلعب دور هيك بربط الاغتراب بالوطن الام، نجوم مثل بديع ابو شقر وريتا حايك يروحوا يزوروا كمان الجاليه اللبنانيه بكندا. شغله يعني فعلا اكتشفنا يعني في كتير لبنانية بالمصلحة بكندا وبأمريكا وما بنعرف هالشيء. يعني بيشتغلوا بالبرودكشن، رايتينج، لايتينج، كل شيء اندستري حلو. كتير 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 حلو. يعني في كوميونيتي كتير حلوة أسسوا حالهم هونيك وعم بيشتغلوا على الأرض الكندي والأمريكاني. ونحن يعني بارت أوف الميشن تبع الفستيفال إنه نفتح لهم هالمجال، نعطيهم بلاتفورم لا يوصلوا صوتهم ولا يشوفوهم العالم، لأن احنا من الحضور بيكون عنا منتجين موزعين. سو هني بس يلتقوا هون بتربطوا الناس ببعضها. ايه هيدي شغلة أساسية للفستيفال، وخصوصي انه نحن عم نضوي كمان على اذا بدك الفيلم ميكرز الجديد، التلاميذ والاندبندنت يلي هلا طالعين من لبنان جديد، كمان افلامهم بتشارك الافلام القصيره يلي بيكونوا عم يشتغلوا عليها بروجياتهم. هي شغله اساسيه بالفستيفال، يعني احنا نكون موجودين لحتى ندعمهم ونكون صوتهم بالبلد هونيك، ونفتح لهم مجال انه يتعرفوا على الباقيين. مثل السنه الماضيه كان او الاديسيون الاخيره بجوان، كانت عن جد مطرح لانه اغلبيتهم سافروا من سنتين، خلينا نكون كثير واضحين. اخر سنتين الهجره كانت كثير عاليه. كثير انبسطوا انه تعرفوا على بعضهم، والبعض منهم بلشوا يشتغلوا سوا. سو هيدي بتفرحك كثير انه لو بالاغتراب عم نجرب قد ما فينا نفتح نفتح المجال انه يكون نقدر نساهم بشيء لنساعدهم. واكيد عم نضوي على الاعمال اللبنانيه اللي عن جد تاخذ العقل، ان كان انه الكتابه او الاخراج او البرودكشن. ما هو السينما از كوميونتي طبعا 100%. مزبوط، يعني ما حدا بينجح بهالمصلحه بدون ما يشتغلوا سوا 100% فريق عمل. ايه مزبوط متكامل. اخذتونا على المهرجان، نسينا نحكي شو جايين تعملوا بلبنان ب 8 اب، شو رح بيصير وليش هاللفته؟ شو ارز الباروك؟ سالتينا سؤال قبل شوي عن التام بالفستيفال، لحتى نضل هيك عم نجرب كمان بطريقه ثانيه انه نضوي على اشياء بلبنان يمكن المغتربين ما بيعرفوها. نعم. هي اللاند مارك اللبنانيه او المعالم السياحيه اللبنانيه والاشياء المهمه، وكل سنه كان ناخذ تام بنشتغل عليه وبيكون هو البوستر الاوفيسيال لنا، يعني مثل الاكدوم يلي بوسط بيروت. هذا كان السنه الماضيه بفتكر، لا اللي قبله، هذا بوستر السنه. رجعوا يربوا السبيشيز. نعم. يلي هن ناقصين وما كانوا موجودين بهالمحميه. هذا الشيء كثير مهم، لانه مثل ما قلنا نحن البريدج بين كندا ولبنان كثير مهم، ونحن بكندا كل شيء انفايرمنت وبريزرفينج نيتشر بيتم التركيز عليه كثير. سو بدنا نفرجي للشعب الكندي انه نحن كمان بلبنان بنحافظ على هالشيء. حلو حلو. شو رح تعملوا ب 8 اب بمحميه الشوف؟ ايه بالمحميه عملوا لنا سيربريز كثير مهضومه، ما كنا عن جد ما كنا متوقعينها. سو السنه بما انه التام كان للمحميه، بيوصلنا خبر من بعد الفستيفال اول اديسيون له بموريال انه حابين يزرعوا ارز للفستيفال
بالمحمية. حلو. وثاقبت انه انا جاية تقضي عندي التزامات عائلية ومناسبات عائلية تحضرها. وباتريسيا جاية كانت كمان تزور لبنان، قلنا خلص نعملها بخلال وجودنا. وسام موجود هون. نعم. احنا ثلاثة من ركائن هاي ودائما نتلاقى بكندا بس ما بنتلاقى ثلاثتنا بلبنان. وانت السربريز باتريسيا انه بعد 16 سنه تجي على لبنان. حسيت هيدي المناسبه. حلو. رح تزرعوا لكان ارزه باسم المهرجان، مهرجان الفيلم اللبناني الكندي بمحميه الشوف. مين رح بيكون فيه والارزه شفتوها قبل ما تزرعوا؟ لا ما شفناها. رح نشوفها. رح نشوفها لايف ب 8 اب معزومين اللي كانوا معنا بإديشنز الماضي. يعني الماضي وناس كمان حابين يكونوا معنا يمكن مشان فيوتشر إديشنز كمان من أصدقاء المهرجان. من أصدقاء المهرجان. وعنا كمان هاي لوف عنا الصحافي والإعلام كمان عزمناهم لأنه دايما بيغطونا. لو ما كنا موجودين هون دايما بيطلع لنا حصة بالصحافة اللبنانية ومشكورين على اللي بيعملوا لنا إياه. عن جد بيضووا على الأشياء اللي بنعملها. وكان عندنا كمان الوزير، وزير الاعلام راح يكون موجود معنا سفير. وسفير لبنان بكندا فادي زياد اللي هو رفقنا من اول نسخه للفستيفال. حلو. وكان من المشجعين وما فينا نكون الا ممنونين له ولكل الاناصل اللي موجودين بكندا لانه الفستيفال بينعمل تحت اشراف الأنصليات والسفارة اللبنانية. وعنا كمان بنحيي استاذ فادي زيادي. طبعا هو متابع دايما بيكون عندنا لقاءات معه بكل شيء بيكون عم بيصير لبنانيا بكندا. وما لازم ننسى كمان انه عنا معنا رح يكونوا معنا السبونسرز اللي بيدعمونا بكندا. كنت بدي اسالكم منهم موجودين بلبنان هلا رح يكونوا معنا بالصدفه. سو يعني كيف ثاقبت هيك رح يكونوا كلهم موجودين معنا. قديه في دعم لهالمهرجان بكندا؟ يعني انتم بحاجه اكيد سبونسرز لانه كل نسخه عن نسخه عم يكبر اكثر. عم بتزيد الايام المهرجان او صاروا ست ايام بموريال؟ ست ايام بموريال وبنعملهم ثلاث اربع ايام بغير محافظات. نعم. عندنا الدعم الدولي اكيد تبع كندا وبكل مطرح وين المهرجان بيصير عندنا الدعم الدولي يعني نفسها كمان. وعنا الدعم يعني السبونسرز اللي معنا في كتير بعضهم معنا مثلا ثمان سنين من اول ما بلشتوا يدعمونا. وعنا سبونسرز جديد بس اكيد صعب الواحد لازم ده يشتغل على الارض ونخلي هالعالم يحبوا بالسينما ويشجعوا السينما اللبناني لنقدر نضوي على فعلا على طب نقيتوا تايم سنت الجايه بعد تنخلص تنخلص الجمعه نحن بعد عنا فانكوفر نقرات. اوكي. وبعد عنا هاليفاكس بنختم فيها بشهر شهر نوفمبر لانه هو شهر التراث اللبناني. كندا عطيت لبنان نوفمبر الهيريتج اللبنيز هيريتج مانز وعطيتنا اياه تكريما لنا لانه عيد الاستقلال بنوفمبر. حلو. سو بكل كندا بنعيد بنوفمبر بنعمل ايفنتس بحافظوا على هالتراث اللبناني وبنجرب انه قد ما فينا انه نعمل اشياء تفرجي الصوره الحلوه عن لبنان. طبعا يعني ما بعرف صورته الحلوه الحقيقيه. ايه حقيقي. ايه. مزبوط. والدوله الكنديه كثير بتدعم هالشيء. ايه. ودائما بهالشهر بتعمل كثير يعني ايفنتس وبيذكرونا كمان بالبرلمان بيعطونا. يعني عن جد اللبنانيه بدي اقول انه اللبنانيه بالاغتراب ماجي ما بدي اقول لك مبيضي لنا وجهنا بطريقه كثير حلوه كانوا بمراكز الاعمالهم او المراكز الدوله يعني. حلو. كلهم عم بيحاربوا بايديهم وخصوصي بهالفتره لحتى معنويا كمان نحن اذا مش قادرين بغير طريقه نكون هالسند للبنان لو كنا برا. عم نجرب يعني عم نعمل بيت لبناني برا لكل لبناني حابب انه يدل يعني بوقت من الاوقات انه يجي يقول انا بنتمي لهال وخصوصي الاولاد الصغار نحن بالفستيفال واللي بيخلقوا هونيك مثل باتريسيا. ايه. عن جد هذا شيء كثير مهم لهم. ايه اكيد. خلقنا جزء بالفستيفال لشريحتين يلي هن الصغار تحت العمر 12 سنه وللي بين ال 14
وال25 سنة، ودائما بيكونوا انفولفد معنا بالفستيفال وبنعطيهم المساحة الكافية ليعبروا عن رأيهم وعبروا عن محبتهم للبنان، ونحن بنفس الوقت بنعمل لهم وركشوب لإلهم ورشات عمل لحتى نعرفهم على اشياء جديده عن لبنان. يعني الصغار نحن بلشنا نعلمهم شو يعني الدبكه، شو يعني دربكه، مين خليل جبران، مين انا اولادي جبران، خليل جبران اولادي عمره 12 و10، يعني خلقانين بكندا. عملوا الوركشوب هالسنه كتير 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 حبوا، صاروا بدهم يعرفوا على لبنان اكثر واكثر. طبعا طبعا، وهي سالوني لبنان في وركشوب تاني ليعملوه كمان، انبسطوا كتير. سو هذا الشيء كتير مهم لنا، يعني ما بعرف اذا ما حكينا على الموضوع، بس احنا بالفستيفال يعني عنا دوكيومنتريز شورتس، يعني في عنا مش بس كل انواع الماده يعني السينمائيه اللي ممكن توصل اي مسج. واهم شيء بالنسبه لي شغلتين للفستيفال، انه هذا احلى صوت للكولتشرال دبلوماسي، من مرق مساجات كتير ومنضوي على المواضيع لبنان، مواضيع لبنانيه مش بس بلبنان بس بالعالم. وتاني شغلة كتير مهمة لإلنا المشن الكولابوريشنز اللي عنا from academic perspective مع الجامعات. حلو كتير، عنا كولابوريشنز كتير قوية ومتواصلين معهم كتير، وبنعمل كتير projects سوا during the year، مش بس بوقت الفستيفالات. يعني نحن مشتغل كل السنة، هاي لاب صملنا عليها ما بتوقف. يعني كيف بدي قلك، تركت شغل ستيبل وكل شيء بعرفها كرمال نأسس هالشيء، لأنه بدونه ما فينا نعمله. أكيد بدنا حدا يدل يحافظ طبعا، حدا متمسك كل السنة عن جد. يعني شو بدي لكم، بتبيضوا الوجه. هاي لاب يعني كتير انبسطت أنه التقيت فيك، ما عندي شك شو عم تعملي وهالبصمة اللي عم تتركيها الحلوة اللي بتشع عن لبنان. وباتريسيا كتير مبسوطين بزيارتك، ما تطولي كتير الغيبة. يلا أنا كمان قريبا إن شاء الله بدي أذكر بثمانية آب إذا هالنشاط اللي عم بيصير بمحمية الشوف، عم نشوف نرجع البوستر. بحملكم كل المحبة لكل لبنانة بكندا، وشرفتونا. أهلا وسهلا، ميرسي على الاستقبال. أهلا وسهلا، أحلى سيربريز اليوم. ثانك يو.